اليوم الدورة 22 ديال المعرض ديال الدواجن اللي كتضموا الجمعيات الفيدرالية بمهنية قطاع الدواجن، كيشهد واحد تواجد كبير ديال عارضين من مختلف قارات العالم، عارضين اللي جابوا معهم آخر ما كاين في التكنولوجيا ديال الوسائل الإنتاج، إنتاج بيض الاستهلاك، إنتاج اللحم، دجاج اللحم، إنتاج الأعلاف، إنتاج كتاكيت اليوم الواحد، إنتاج هذا المذابح ديال الدجاج. هذه التكنولوجيا اللي المغاربة استأنسوا بها، والمغاربة عندهم لو سافوار فير في هذا الميدان، وبفضل المجهودات الكبيرة اللي كتقوم بها الفيدرالية بمهنية القطاع والجمعيات المنضوية تحتها، الحمد لله القطاع ديال الدواجن بالمغرب شهد واحد التطور كبير بفضل هذا العمل ديال المهنيين، بفضل العمل ديال الفيدرالية، وبفضل التعاون اللي كاين ما بين المهنيين الفيدرالية والإدارة ممتلة في وزارة الفلاحة، في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، مديرية سلاسل الإنتاج تابعة لوزارة الفلاحة. الحمد لله بفضل تضافر هذه الجهود ولا هذا المعرض ولا المغرب قبلة الأفارقة، مجمل الدول الإفريقية الآن موجودين هنا بكثافة المهنيين باش يشوفوا آخر المستجدات اللي كاينه لا في وسائل الإنتاج ولا في الوسائل ديال الحماية الصحية من أدوية ومن لقاحات ومن وسائل كذلك ديال الإضافات في الأعلاف لهاد المهنيين في الأفارقة، وكذلك المهنيين في الشرق الأوسط. ولات هاد المحطة اللي كتهم المغاربة، كل المنتجين المغاربة تتهمهم هما كذلك، ولاو تيجيو باش يديروا واحد الشراكات مع الفيدرالية بمهنية قطاع الدواجن باش يديروا تكوين كذلك في السونتر ديال عين جمعة اللي كتسيرو الفيدرالية بمهنية قطاع الدواجن، وكذلك باش لأن باش يحاولوا يقتبسوا التجربة المغربية في هذا الميدان. خاص المغاربة يفهموا ملي كنقولوا اليابانيين كيستهلكوا 390 بيضة للمواطن في السنة، ملي كنقولوا المكسيك كيستهلكوا 400 بيضة للمواطن في السنة، لماذا المغاربة استهلكوا في 2018 187 بيضة فقط؟ واش ما حاجهمش البروتينات من أصول حيوانية؟ بالعكس، باش تكون باش تكون هذيك الوجبة الغذائية متوازنة ومتوازنة على من ناحية البروتينات ولا الفيتامينات ولا الأملاح المعدنية ولا جميع المكونات، البيض مؤهل أكبر وأكثر لا بالجودة ديالو ولا بالثمن ديالو، باش المغاربة يكونوا في صحة جيدة، باش المغاربة يولجوا لهذا اللي يكون عندهم ميولوجية لهذا البروتينات لأنهم الأرخص، باش ما نشوفوش المغاربة في السبيطارات، باش نعاونوا وزارة الصحة ونعاونوا وزارة التعليم باش الوليدات ينجحوا في الدراسة ديالهم، لأن لكون اللي قلنا مادة تنشط الذاكرة وتساعد الطلبة والتلاميذ على استيعاب الدروس ديالهم. وكنشكروا الصحافة الوطنية، كنشكروا الصحافة الوطنية لأن الدور ديالها مهم ومهم جدا. احنا اليوم كنخلدوا اليوم الثاني للدورة 22 من معرض دواجن للدار البيضاء. احنا دائما حاضرين الحمد لله في المعرض ودائما كنديروا الجديد. هذا العام عندنا الرواق ديالنا دايرين فيه التذوق نتاع البيض باش كنقربوا من المستهلك وكنوضحوا للمستهلك المغربي كيفاش يمكن له يطهي البيض بطرق جداد، لان البيض ما يمكنلوش يتنكل غير اومليت، يمكنلوش يتنكل غير بيض مسلوق، كاين طرق كثيره باش ناكلوه. حنا المغاربه وصلنا الحمد لله ل 185 بيضه للفرد في السنه، ولكن هذا العدد هذا مازال ضعيف بالمقارنه مع الدول المجاوره ولا الدول الاوروبيه. كاين الناس اللي وصلوا ل 360، كاين الناس اللي وصلوا ل 400 بيضه للفرد في السنه.
هاد الناس اللي وصلوا ل 400 بيضه الفرد في السنه ما وصلوش على عباس، عارفين شنو هي البيضه وشنو هما المكونات ديالها. وحنا في بلادنا الحمد لله البيضه المغربيه كتكون من بروتينات من اصل حيواني الارخص في السوق. وحنا كنعرفوا بان المواطن المغربي في الحاجه الحاجه بثمن مناسب، لان المدخول ديال المواطن المغربي مدخول متواضع. حنا جادين كجمعيه باش نوجدوا الاكتفاء الذاتي للمغاربه، توصلنا لها الحمد لله، والحمد لله بالانفستيسمون اللي كاينين دابا يمكن لنا نضاعفوا الانتاج بدون زياده في الاستثمار. يمكن لنا نخرجوا نصدروا الدول الإفريقية، كاينه واحد النسبه اللي كتصدر ولكن النسبه ضعيفه. كنشوفوا مع الاداره على دعم من اجل التصدير. عندنا زعما راحنا خدامين على هذا الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم، لان الدول المجاوره كاسبانيا كاوكرانيا عندهم دعم من الدول ديالهم على التصدير. حنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نجتهدوا بهذا الشيء باش يكون ليكيليبر في السوق. 2019 واحد السنه كارثيه بالنسبه للمنتج ديال البيضه المغربيه، لان كان المنتوج ديالنا كنبيعوه قل من ثمن التكلفه. هذا الشيء ضرنا بزاف، ولكن كدايرين مجهود باش نستمروا باش نبقاو كاينين في السوق ان شاء الله الرحمن الرحيم.